يشارف أحد أسوأ الأعوام التي عاشتها اليمن على الرحيل بعد أيام قليلة كان فيها الجوع وغياب الحلول السياسية وانسحاب الرئيس هادي من المشهد أبرز ملامحه العامة في مطلع يناير الماضي واجهت الحكومة الشرعية تحديا أمنيا وسياسيا كبيرا تمثل بقيام المجلس الانتقالي التابع للإمارات بعملية انقلابية هدفت للسيطرة على مؤسسات الدولة في عدن بعد معارك دامية استمرت ثلاثة أيام، لم تتوقف إلا بعد تدخل وساطة سعودية لإيقافها وإلزام القوات الإماراتية بالتهدئة. مثلت جزيرة سقطرى نقطة الخلاف الأبرز بين الحكومة الشرعية والإمارات عقب إرسال الأخيرة قواتها إلى الجزيرة مطلع مايو الماضي وإعلان سيطرتها على المطار. وطرد القوات اليمنيه منه، وتزامن هذا الاجراء العسكري مع تواجد رئيس الوزراء اليمني السابق احمد بن دغر الذي وصل الى الجزيره ورفض مغادرتها قبل مغادره القوات الاماراتيه، وتم التوصل لاتفاق في نهايه المطاف قضى بمغادره قوات ابو ظبي للجزيره. ولم تتوقف الامارات عن محاولات تقويض الحكومه الشرعيه فقد استمر قرار منع عوده الرئيس هادي وغالبيه وزراء الحكومه الى العاصمه المؤقته كما فشلت ابو ظبي والرياض في توفير الخدمات الاساسيه وتعويض غياب ومنع الحكومه من ممارسه مهامها وازاء ذلك ارتفعت للمره الاولى المطالب الشعبيه بطرد القوات الاماراتيه والسعوديه من المحافظات الجنوبيه والشرقيه وبعد تلك الازمه التي مر بها التحالف اصدر الرئيس هادي في اكتوبر الماضي قرارا مثيرا قضى باقاله رئيس حكومته احمد بن دغر واحالته للتحقيق وتعيين المهندس معين عبد الملك بديلا عنه وفي محاوله لترميم التصدع في علاقه الامارات بحزب الاصلاح سافر رئيس الحزب وامينه العام الى ابو ظبي حيث عقد لقاء مع ولي عهد ابو ظبي أثيرت حوله تساؤلات حول سياق الزيارة وأسبابها ومدى إحداثها تقارب بين الخصمين اللدودين بعد أربع سنوات لم تفقد ميليشيا الحوثي قدرتها على إطلاق صواريخ باليستية حيث أطلقت الميليشيا سبع صواريخ باليستية على مدن مختلفة بينها العاصمة الرياض وذلك مع حلول الذكرى الثالثة لعاصفة الحزم وميدانيا تلقت ميليشيا الحوثي ضربه موجعه بمقتل رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى صالح الصماد في غاره استهدفت موكبه في مدينه الحديده في ابريل من هذا العام الامم المتحده كانت الحاضره الابرز في المشهد اليمني عبر منظماتها الانسانيه والمبعوث الاممي مارتن غريفث الذي فشل في جلب وفد ميليشيا الحوثي إلى الجولة الرابعة من المشاورات في جنيف قبل أن يتمكن في بداية ديسمبر الحالي من جمع الطرفين في ستوكهولم والاتفاق على البدء في معالجة ملف الأسرى والمعتقلين ووقف القتال في الحديدة وخضوع الميناء الاستراتيجية فيها لإشراف الأمم المتحدة